المحاضرة دي بتتكلم على المخاطر الزلزالية، وهل إحنا ممكن نتنبأ بحدوث الزلازل ولا لا؟ وهنا تقدير المخاطر الزلزالية بيحاول يستشف النشاط الزلزالي وحجمه، مبني على أساس الباليو سيزمستي، السيزمستي القديمة، الهيستوريكال ايرثكويكس، الزلازل التاريخية أو المسجلة في الفترة بتاعة التسجيلات اللي بدأت في مرصد حلوان على سبيل المثال سنة 1899، بالإضافة لجيولوجية المنطقة. وطبعا دي بتحاول تستشف احتمالية حدوث الزلزال لفترة زمنية طويلة. وهنا التنبؤ لما بيكون كامل بنحاول نعرف حجم الهزة واللي هتحدث ومكان حدوثها وفي نفس الوقت زمن حدوثها، يبقى 3 بارامتر: حجم الهزة، مكان حدوثها، زمن حدوثها. ده مهم جدا علشان يكون التنبؤ كامل. المخاطر الزلزالية بنعرفها بأنها التأثيرات الفيزيائية اللي بتحدث لسطح الأرض، مثلا الهزات الأرضية أو التشققات أو الانزلاقات الأرضية أو الليكوفاكشن اللي عملية التميء بالمية، أو التسونامي، عمليات الموجات المائية اللي بتصاحب الزلازل البحرية، أو الحرائق اللي إحنا بنشوفها بسبب الإيه؟ بسبب مخاطر الزلازل. يبقى دي المخاطر. الخسائر بقى دي the likelihood of human and property loss that can result from the hazard ده. يبقى احتمالية الخسائر في البني آدمين أو في الأرواح يعني، وفي ممتلكات الإنسان اللي ممكن تنشأ من هذه المخاطر. وطبعا دي بتقدر بالأموال زي ما هنشوف في خرائط الريسك. السيزم الجاب دي بتبقى يعني منطقة على بليت باوندري مثلا، واحنا عارفين ان البليت باوندري دي بتتحرك، فمعنى كده ان هي فالق كبير، ميجا فول، لازم هيحدث عليها كسر في كل اماكنها في فترة او اخرى. لكن لو فيها عندي مساحة او مسافة على البليت باوندري ده ما حدث ليها نشاط ملحوظ من فترة زمنية معينة، احنا بنبقى عارفين ان دي عبارة عن سيزميك جاب مؤقتة وهتحدث هزة في يوم من الايام قريبا، ممكن تبقى هزة كبيرة. يبقى هي مش منطقة هادية ولا حاجة، هي جاب حاليا في منطقة المفترض ان هي بتكون نشطة، هتحدث هزة بعد ما يحدث فيها اكيوموليشن الاستريس بشكل كافي. يبقى دي بنفرقها عن حاجة بنطلق عليها كويت زون او كويت زون، منطقه هاديه، وده اطلاق الطاقه فيه بيكون مش فجائي زي حدوث الزلزال، لا بيبقى سلو، يعني هو مش ابربت ريليز اوف انرجي زي الزلازل، لا بيبقى ايه سلو زي ما بيقول. دي بعض الخرائط اللي منشاه لبعض البلدان، سايزميك هازارد للولايات المتحده، وهنا كمان السيزميك ريسك محسوب. طبعا كل منطقه على حاجه بتحسب حاجات زي كده، احيانا بيحسبوا الهازارد والريسك على مستوى في على خريطه العالم بشكل عام، وهي بتلون بالوان معينه، غالبا المناطق اللي بتبقى خطره بتاخد اللون الاحمر، المناطق اللي هي السيف اللي لسه عامله زلازل من فتره زمنيه قريبه بتبقى سيف وبتاخد الالوان الهاديه اللي هي بعيدة عن اللون الأحمر، وبتبدأ تتدرج كده من لغاية الأصفر البرتقالي، ثم تروح للمكان الأحمر أو للمنطقة الحمراء اللي بيبقى منتظر إن تحدث فيه هزة قريبة. زي ما أنتم عارفين الزلازل إحنا بنقول عليها إن هي violent ground shaking، وبتحدث بتعمل لي sudden release للإنرجي، يبقى abrupt release of energy، وإحنا بنقول إن الزلازل دي هي واحدة من أهم الكاتاستروفيك هازارد، الناتشرال هازارد. وإحنا بنقول إن بشكل عام على مستوى الكرة الأرضية
معظم الزلازل كونسنتريتد along بليت باوندري، زي ما انت شايفين كده معظم الزلازل بتبقى حوالين البليت باوندري بالشكل ده اللي احنا بنسميها انتر بليت ايرثكويكس. اليو اس جي اس بتاع امريكا بتقدر ان تقريبا حوالي مليون هزه تقريبا بتحدث في السنه، وطبعا احنا عارفين ان ملايين من البشر بيموتوا في الزلازل دي كل سنه، وبلايين الدولارات بتفقد او بتبقى خسائر زي ما احنا عارفين. دي الخرطه اللي بتبين الزلازل بالوان مختلفه على حسب الايه؟ على حسب العمق زي ما انا قلت لكم قبل كده. دي الماجنيتيود فريكونسي ديستريبيوشن بتاع الزلازل بيبين لي عدد الهزات اللي بتحدث في السنه. فهنا الهزات الصغيره اللي الماجنيتيود بتاعها صغير بالشكل ده ممكن تحدث اكثر من مليون هزه، بتقل كل ما الهزه تبقى حجمها كبير بيقل عدد الهزات في السنه، لغايه ما بنلاقي الهزات الخطيره جدا اللي هي الماجنيتيود بتاعها في الحدود بتاع 9 كده بتبقى اقل من هزه في السنه، يعني ممكن كل كام سنه كده تحدث هزه زي الهزه بتاع سوماترا 2004. طبعا هنا على التسجيل ده زي ما انتم شايفين زلزال تشيلي 1960 محطوط في الـ في في في, في, في الرينج الاولاني، بعد كده سوماترا والاسكا، بعد كده في امريكا، يعتبر دول اكبر ثلاث هزات حصلوا على مستوى العالم، ودي الماجنتيود زي ما انت شايف ما فيش حاجه منهم وصلت للايه؟ للتن زي ما انتم شايفين. هنا برضو بيحاول يوريني حجم الهزات الكبيره اللي هي الجريت ايرثكويكس نسبه الى الطاقه اللي اطلقت في هيروشيما، القنبله اللي اطلقت على هيروشيما في اليابان. شوف الطاقه اللي اطلقت على هيروشيما في اليابان قد ايه بالباونس، وشوف الهزات الكبيره دي ممكن تطلق طاقه قد ايه. شوف الرقم ده بالنسبه للرقم ده قده مليون مره. يبقى في الهزات الكبيره دي بتطلق طاقه تعادل مليون مره من الطاقه اللي اطلقتها القنبله النوويه اللي اطلقت على هيروشيما في اليابان في الحرب العالميه. يبقى ده الهزات وتصنيفها من الهزات الصغيره قوي للهزات الكبيره قوي، ودي معظم الهزات الكبيره اللي حدثت في العالم والديستريبيوشن بتاعها مع الطيف. طبعا احنا عشان نقدر حجم الزلزال احنا بنقدره بطريقتين، اما بالانتنسيتي وحراره الانتنسيتي ماب اللي انتم رسمتوها اللي احنا بنقول عليها كواليتيف ميجر للزلازل، او بالماجنتيود. والماجنتيود زي ما انتم عارفين احنا بنقيسه من الايه؟ من الاماونت اوف انرجي ريليز من حجم الهزه، من الامبليتيود بتاع الموجات اللي عندي. فده بنقول عليه كواليتيف ميجر، والماجنتيود بنقول عليه كوانتيتيف ميجر علشان بنقدر نحسب منه كم الطاقه اللي اطلقها الزلزال من حسابه من حجم الهزه او الماجنتيود الامبليتيود بتاع الهزه عندنا. زي ما انتم عارفين احنا كعلميين بنهتم بالماجنتيود بتاع الزلازل. المهندسين بتاع الاستراكشرال انجينيرنج بيبقى مهتمين قوي بالبارامترز الاخرى زي الانتنسيتي الشده بتاع الزلزال، او بالاكسلريشن اللي بيحدثه الزلزال. وهم بيتمنوا ان احنا نعمل عمليه ربط او عمل علاقه بين الماجنتيود والبارامترز بتاع الانتنسيتي والاكسلريشن، لكن زي ما انتم شايفين ما فيش ستريت فورورد ريليشن شيب بين الماجنتيود وكلا التو بارامترز الاخرين. زي ما انت شايف على سبيل المثال الزلزال الماجنتيود بتاعه 7 واعلى، الانتنسيتي بتاعته بتبقى من 8 الى اعلى، الاكسلريشن اكبر من 432 جاب على سبيل المثال. وزي ما انت شايف دي شوف الرينج ده قد ايه، بيقول لي الاكسلريشن هنا من 94 ل 432 جاب. طبعا ده فيري وايد رينج، ما يريحش المهندس اللي عايز يعمل حساباته عشان يصمم المبنى في مكان ما علشان يتحسب حدوث الزلازل. الافكتس بتاعت الزلازل او الهازارد يعني بنقسمها لثلاث انواع كده، البرايمري افكتس والسكندري افكتس والتيرشري افكتس. البرايمري افكتس دي التاثيرات اللي بتحدث نتيجه الهزه نفسها بتاع الزلزال. يبقى ده جراوند شيكينج تيلتنج عمليه اي ميول،
أو جراوند رابشر لو حدث عندي أي رابشر على سطح الأرض، أو ناس ماتت نتيجة الحركة دي، أو ناس اتجرحت، أو حدث كولابس للإنفراستراكشر. يبقى ممكن يبقى عندي كولابس للإنفراستراكشر، أي مباني أو خلافه. في الحالة دي كل ده ناشئ من الإيه؟ من البرايمري إيفكتس، من الهزة نفسها بتاع الزلزال. لكن ممكن يبقى الزلزال بعيد، بعيد عن المنطقة المأهولة بالسكان أو في البحر مثلا، وكل البرايمري إيفكتس دي ما تبقاش موجودة. اللي يحدث ممكن يبقى عندي سكندري إيفكتس. فلو مثلا زلزال في عرض المحيط ممكن كل البرايمري إيفكتس دي ما أشوفهاش، لكن يجي يعمل لي مثلا تسونامي، يعمل لي دمار بشكل كبير جدا في المناطق المجاورة للشواطئ على سبيل المثال. السكندري إيفكتس هي حاجات مصاحبة للزلزال. فممكن يبقى عندي انزلاقات أرضية، ممكن يبقى عندي تميؤ للتربة زي المناطق الدلتوية على سبيل المثال، ممكن يحدث عندي الموجات البحرية اللي بتصاحب الزلازل اللي بيسموها تسونامي، ممكن يحدث عندي فايرنج، يعني الهزة عندي تكسر لي مثلا من صوص بتاع الغاز أو خلافه، بعد كده ممكن يحدث حريق أو كده، ممكن يعمل لي فلادينج في المنطقة، ممكن الناس تموت بأعداد كبيرة جدا، وممكن تبقى دولة مثلا فقيرة شوية تسيب الجثث دي مرمية في الشوارع لأسابيع، تنتشر الأمراض بسببها. يعقب كده تيرشر إفكت، ودي حاجات اجتماعية ونفسية، يبقى تأثيرات اجتماعية ونفسية. لو طبعا واحد فقد عيلته أو الناس اتأثرت بالحاجات دي ممكن يحدث لها مشاكل نفسية مصاحبة للزلازل دي. دي بعض التأثيرات اللي احنا بنشوفها. زي ما انت شايف كده حاجات ممكن تبقى نشأة من لاند سلايد أو ديسبليسمنت أو خلافه، أو دي عملية الليكوساكشن، تميؤ التربة نتيجة تدخل المياه الشالو جراوند ووتر، وبيحدث عندي تميؤ للتربة اللي موجودة، وبيحدث عندي انزلاقات للمباني أو خلافه. ده برضه في ديسبليسمنت زي ما انت شايف كده لبعض الأودية أو لمناطق مثلا حقول زي ما انت شايف كده، أو انهيارات لبعض الكباري، ودي هورزونتال ديسبليسمنت حدث لبعض الزلازل. ده بعض الدمار اللي حدث في 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 في, في الجزائر، وفي المنطقة دي كان اسمها الأصنام سنة 1980، وطبعا هم تشائموا بالاسم ده أياميها وغيروا الاسم زي ما انت شايف كده، غيروها للاسم ده، وده اسم واحد من الانهار الكبيره او الطويله في الجزائر. فغيروا اسم البلد بعد حدوث الزلزال ده، وطبعا كان زلزال كبير عمل دمار كبير جدا. هنا احنا بنقول ان الاماونت اوف ستراكشرال دامج اللي بيصاحب الزلازل ما بيعتمدش بس على الزلزال، طبعا بيعتمد رقم واحد على شدة واستمرارية الهزة، يعني شدة الزلزال واستمراريته، قعد قد ايه، قعد ثواني، قعد دقايق، كم دقيقة وكده. الحاجة الثانية مش بس الزلزال، لا، النيتشر اوف ذا ماتيريال ابون ويتش ذا ستراكشر ريست، يعني المباني دي او البلد دي مبنية على ايه؟ هل مبنية على هارد روك؟ هل مبنية على سوفت سيديمنتس او خلافه؟ الديزاين نفسه بتاع الستراكشر، هل انت المباني بتاعتك دي مباني مقاومه للزلازل؟ هل هي مباني بدون اعمده؟ هل باعمده؟ هل في انت مربط الاساسات بتاعتك بحاجات زي الزنبركات كده للحركه مع الحركه للتحرك مع حركه الزلزال زي ما بيحدث في بعض المباني المهمه في اليابان؟ يبقى دي حاجات مهمه، مش بس الدمج اللي بيحدث نتيجه الزلزال، لا، نتيجه حاجتين تانيين. زي ما لو اتكلمنا على التسونامي على اساس هي من اشهر السكندري افكتس الموجوده، احيانا بيطلق عليها كده سيزميك سي ويفز، ودي بتنشا من فيرتيكال ديسبليسمنت along fault. يبقى الفولت اللي عندي اللي ممكن يحدث لي التسونامي شرط اساسي ان يبقى فيرتيكال ديسبليسمنت، يعني ديب سليب فولت اون ذا اوشن فلور or
اللارج اندر سي لاند سلايد. يبقى لو عندي لاند سلايد انزلاقات ارضيه بحجم كبير جدا ممكن طبعا او براكين كبيره يعني ممكن تعمل لي الايه التسونامي. لكن تلاحظ في الاوبن اوشن يعني بجوار الزلزال بجوار الصدع نفسه ارتفاع الموجه بيبقى طبيعي جدا زي الموجات البحريه صغير جدا. لكن كل ما بيقرب على الشط ان شالور كوستال ووتر الميه دي عماله تتراكم لغايه ما بتعمل لي ارتفاع للموجه بيصل الى عشرات الامتار، بعضهم بيقول بيصل ل 30 واحيانا بيقولوا ان وصلت ل 40 متر في ارتفاعها. وطبعا في الحاله دي بتاثر بشكل كبير جدا على كل المدن الساحليه زي ما شفنا في زلزال 2004. يبقى ده شكل الديب سليب فولت زي ما انت شايف كده. يبقى لازم يبقى ديب سليب فولت، حدث الصدع، الموجات الزلزاليه انتشرت بالشكل ده. الموجه عندي زي ما انت شايف الهايت بتاعها صغير جدا، هنا ممكن يبقى الصياد هنا معانا مش حاسس بان حصل اي حاجه. بعد كده السرعه بتاعت السونامي بتبقى عاليه جدا. بعد كده في هنا في عرض المحيط بتبقى السرعه شايف قد ايه؟ 850 مثلا كيلومتر في الساعه. كل ما بتقرب للشط كده السرعه بتاعتها بتزيد، السرعه بتقل كل ما بتقرب للشط. يبقى السونامي سبيد بدات شفت تنخفض لقد ايه؟ وفي نفس الوقت عمق المحيط بدل ما كان 5 كيلو ونص مثلا بدا يقل، يبقى مور شالور لغايه ما وصل الووتر ديبس فيو تنز اوف مترز. في الحاله دي الكومه بتاعت الميه دي هتروح فين؟ فبتتراكم لاعلى كده بتعمل لي بايلنج لغايه ما بتبقى تعمل لي ارتفاعها الهايت بتاعها بيبقى كبير جدا في الحاله دي. يبقى انت عندك هنا التسونامي بيبقى في عرض المحيط ارتفاع الموجه صغير جدا، كل ما بيقرب من الشط كده بيحدث بايلنج للعمود المائي بهايتس كبيره جدا عندنا. طبعا علشان السرعه عماله تقل بالشكل ده ممكن يحدث انذار لاقتراب وصول التسونامي في الشواطئ البعيده، وتقدر الناس تخلي المناطق دي بشكل مناسب. هنا بنحاول نتعرف على كيفيه تكرار الزلازل. زي ما بنقول هل انا ممكن اتعرف على التكراريه بتاعت الزلازل او لا، بنسموها الريكرنس اوف ايرثكويكس او ريكرنس بيريود، يعني الزلزال ده بيتكرر كل قد ايه؟ كل 100 سنه، كل 200 سنه، كل وهكذا. فكان بيحاولوا يعملوا كده موديل ريجولار منتظم بالشكل ده زي ما انت شايف الريكرنس بيريود ثابت 100 سنه 100 سنه 100 وهكذا. فطبعا في الحاله دي بيقول لي ان الاكيوميشن اوف ستريس مع الزمن، بيقول ان الاستريس اكيوميتد في خلال الفتره الزمنيه ده اللي هي ممكن تبقى 100 سنه على سبيل المثال لغايه ما يصل لقيمه عاليه بالشكل ده. القيمه دي بيطلق عليها الاستاتيك فريكشنال ستريس، وساعه ما يوصل للقيمه دي لا يستطيع تجاوزه ويحدث السليب، يحدث الزلزال الرئيسي ويحدث ريليز للانرجي في الحاله دي. يبقى دي المين شوك يحدث ويعمل لي ريليز اوف انرجي وما يتوقفش الا ما يصل لقيمه اسمها الكينيماتيك فريكشنال ستريس. بعد كده بيبدا تتجمع الاجهادات ثاني، الستريس بتتجمع طبعا الديفورميشن بالتالي في الصخور الى ان يصل نفس للقيمه بتاعت الستاتيك فريكشنال ستريس، ثم يحدث ريليز اوف انرجي ابرابتلي بالشكل ده ويعمل لي الزلزال. يبقى هنا الموديل ده هو بنقول عليه ريجولر، وطبعا هو موديل مثالي قوي وبنقول عليه ان هو كومبليتلي بريدكتبل. طبعا الكلام ده لو بنيجي نطبقه على الطبيعه مثلا في مكان ما في كاليفورنيا الزلازل كانت بتحدث بالشكل ده زي ما انت شايف كده كل كام سنه كده كانت بتحدث الى حد ما ريجولر زي ما انت شايف كده. دي طبعا شفت شويه كان المفروض تحدث في فتره زمنيه اخرى، وجم بعد كده انتظروا ان تحدث هزه في سنه 1993 عشان تمشي مع الريجولار بيريودست دي، ما حدثتش. امال حدثت امتى؟ حدثت 2004. يبقى لازم نبقى عارفين ان في الطبيعه ما فيش حاجه اسمها ريجولار انترفلز اوف ريكرنس بيريودز عندنا، وده مثال حي
زي ما انت شايف موجود في كاليفورنيا في امريكا. يبقى احنا عندنا السيمبل موديل وبعض الريال مودلز اللي موجود. فالسيمبل موديل اللي هو حاطط لي 2 سيجما دي سيجما 1 سيجما 2 دي كاينيماتيك فريكشنال ستريس ودي الستاتيك فريكشنال ستريس ودي بيعتبر كومبليتلي بريدكتبل ريجولار بالشكل ده اكيوميليشن اوف ستريس لغايه ما يصل للستاتيك يعني السادن ريليز ثم اكيوميليتد. فالفترات دي كلها ريجولار زي ما انت شايف بالشكل ده. هنا جاء التايم اللي هتبقى مثلا 100 سنه 200 سنه ثم ده عباره عن السليب اللي بيحصل حدوث الزلزال. يبقى التايمنج متساوي الفتره الزمنيه دي كلها متساويه. السليب على الزلزال برضو ريجولار يعني ممكن يبقى 10 متر 7 متر وهكذا. فده بيبقى ريجولار زي ما انت شايف بالشكل ده. الحاجات اللي احنا بنلاحظها في الطبيعه في الحقيقه ما هيش بالايه بالانتظام الشديد ده. فاحنا بنلاقي الريال موديل في الحقيقه بالمنظر ده. اما يكون الاستاتيك فريكشنال ستريس هو الكنترول فاكتور او الكينيماتيك فريكشنال ستريس هو الكنترول فاكتور. فهنا الاستريس بيبدا يتجمع من اي مرحله ويتوقف عندما وصوله للقيمه الذروه الاستاتيك فريكشنال ستريس ثم يحدث السادن سليب لغايه ما يعمل لي ريليزنج للانرجي وبعد كده يحدث اكيوميليشن مره اخرى. فالخطوط دي زي ما انت شايف كده خطوط متوازيه الخطوط دايما. يبقى انا عندي هنا الاكيوميليشن اوف ستريس وساعه ما يحدث ريليز اوف انرجي تتوقف في هنا القيمه دي نوت كنترول فاكتور. الكنترول فاكتور هي القيمه دي يتوقف حيثما توقف ده يبقى الفتره الزمنيه دي قليله. يبقى احنا بنقول هنا اقدر اتنبا بالتايم. يبقى التايم هو اللي بريدكتبل. التايم بريدكتبل بناء على ايه؟ بناء على السليب في الزلزال اللي فات. لو السليب في الزلزال اللي فات كان كبير زي ما انت شايف كده فالتايمنج هيبقى كبير. كل الخطوط دي متوازيه فاقدر اقول لك ان التايم الزلزال اللي جاي هيبقى في سنه كذا. لكن اقدر اتنبا بحجمه كده؟ لا ما اقدرش اتنبا في الحجم في الحاله دي. يبقى هنا حجم الزلزال اللي فات هو اللي يقدر يقول لي التايم بتاع الزلزال اللي جاي هيبقى امتى. حجم الزلزال ده انا ما اعرفوش لكن حجمه بقى بعد ما عرفته اقدر اقول لك الزمن اللي هيحدث فيه الزلزال اللي جاي. يبقى ده تايم بريدكتبل. الموديل الثاني بيفترض ان الكينيماتيك فريكشنال ستريس هو الكنترول فاكتور. فهنا بيحدث عندي تراكم للاجهادات ويحدث السليب لكن لا يتجاوز الكينيماتيك فريكشنال ستريس. في الحاله دي بنقول ان انا هنا اقدر اتنبأ بالسليب. هنا السليب هو اللي يبقى بريدكتيف في الحاله دي. يبقى بناء على التايم بتاعي اقدر احدد للسليب. يعني التايم ده صغير يبقى السليب صغير. يبقى زي ما انت شايف كده الخطوط دي برضو متوازيه. كل ما التايم ده ابقى انا عارفه يبقى السليب ده يقدر. كل ما التايم يبقى كبير كل ما السليب يبقى اكبر او يبقى كبير. كل ما التايم يبقى قليل السليب يبقى قليل. التايم متوسط السليب متوسط. يبقى ده اقدر بتنبأ بالسليب بتاع الزلزال اللي قادم بناء على التايم اللي مر منذ حدوث الايه الزلزال السابق. ده بشكل اخر برضه للتمثيل. وانت شايف الخطوط الحمراء دي متوازيه في كلا التو مودلز. ده بيقول لي هنا the size of the next earthquake depends on the time since the last one. يعني حجم الزلزال اللي جاي هيعتمد على الزمن اللي مر منذ حدوث الزلزال اللي فات. يعني الزلزال اللي فات كان كده ومر فتره زمنيه قد كده اقدر اتنبأ لك بايه؟ بحجم الزلزال اللي عندي. يبقى هنا حجم الزلزال اللي جاي بيعتمد على التايمنج منذ حدوث الزلزال الماضي. لكن النموذج ده بيقول لي ذا تايم بتوين earthquakes is proportional to the strain released or relief during the last quake. يبقى لو ان السترين ريليز
قليل زي ما انت شايف كده، يبقى التايم اللي هيحدث بعد فتره زمنيه قصيره. لو ان الريليز اوف انرجي كبير، يبقى الزلزال اللي جاي هيبقى بعد فتره زمنيه طويله وهكذا. يبقى في الحاله دي التايم بين حدوث الزلزال بيتناسب مع الطاقه او السترين اللي هو ريليز اثناء حدوث الزلزال اللي فات. طبعا النموذج اللي فوق ده اللي هو الريجولار موديل، هنا بيحاولوا يعملوا الاتش كويك سايكل او الدوره بتاعت الزلزال، بتحدث الزلزال. فهنا بيقول لي الستيجز بتاع الاتش كويك سايكل، بعض الناس بيسموها كده الستريس اكيوموليشن ستيج، ودي بيطلق عليها الانتر سايزميك. الانتر سايزميك دي اللي هي رقم واحد عندي هنا. يبقى ده الزلزال الرئيسي، وده الديسبليسمنت اللي عامله هنا، الديسبليسمنت ده، وده زلزال ثاني برضه من شوك عامل لي ديسبليسمنت بالشكل ده. بين الزلزالين في فتره زمنيه طويله بيطلق عليها الانتر سايزميك، يعني الفتره الزمنيه بين الزلزال ده والزلزال التالي ده. يبقى ده بيحدث فيها اكيوموليشن للستريسز وطبعا والسترين، بالتالي بيطلقوا عليها الانتر سايزميك، يعني الفتره الزمنيه اللي بين حدوث الزلزالين. قبل حدوث الزلزال مباشره الرئيسي بيحدث فتره بيطلقها فتره الفور شوكس، يعني الزلازل اللي بتسبق حدوث الزلزال الرئيسي بيطلق عليها بري، يعني قبل بري سايزميك. فانت عندك دي رقم اثنين اهي، الجزء ده اهو قبل حدوث الزلزال الرئيسي ده بتحدث نشاط غير عادي طبعا بحجم صغير في فتره زمنيه، ممكن تبقى ايام اسابيع، احيانا في الزلازل الكبيره تبقى لسنوات، بتسبق حدوث الزلزال الرئيسي، بيطلق عليها فتره الفور شوكس او البري سايد. بعد كده بيحدث المين شوك او الميجور اسكويك، وبيطلق عليها فتره الكو سايزميك، يعني النشاط الزلزالي المصاحب للزلزال الرئيسي اللي هي عامله الخط ده. وطبعا زي ما انت شايف ملهاش قيمه كبيره على فتره الزمن، لانها بتبقى فيو سكند او فيو منتس بالكثير. يبقى دي فتره حدوث الزلزال الرئيسي اللي بيطلقوا عليها الكو سايزميك او فتره الايه المين شوك. بعد كده بيجي ان اكتف اند افتر شوك ستيج، يعني فتره التوابع اللي بتلحق او تتبع حدوث الزلزال الرئيسي، وبيطلق عليها البوست سايزميك، وبتبقى فتره زمنيه اللي هي مسميها رقم اربعه هنا اللي هي بوست سايزميك ستيج. طبعا بتبقى احيانا من ايام لشهور، واحيانا بتبقى سنوات في الزلازل الكبيره زي زلزال 2004 بتاع سومطرة، اللي لسه الى الان شغاله وبتعمل لي افتر شوكس احيانا بتصل الى سبعه او اكثر من سبعه. الاس كويك سايكل دي مع الزمن بيطلق عليها الريكرنس انترفال، يعني بيقول الريكرنس انترفال دي قد ايه؟ 100 سنه، 200 سنه، 500 سنه، دي بيطلق عليها كده. الاس كويك سايكل على السبيس نفسها بيطلق عليها السايزميك جابس زي ما انا كنت بكلمك عليها من شويه. ودي السايزميك جاب طبعا هم بيفترضوا ان البليت باوند الفلاني ده اهو هينكسر في يوم من الايام، لان البليد باستمرار ان موشن، فبيسجل الزلازل اللي حدث في فترات زمنيه معينه، لكن بيجي يلاقي الحته ده ما حدثش لها زلزال من فتره زمنيه معينه، الفتره دي ما حدثت فيها المكان ده او المسافه دي ما حدثت فيها زلزال من فتره زمنيه. طبعا دي ما هيش كويت زون زي ما قلنا، لا هي سايزميك جاب بتجمع اجهادات لغايه ما تصل للاجهادات اللازمه او الديفورميشن اللازم للصخور، ثم يحدث الهزه بتاعتنا بعد كده. موضوع التنبؤ بداوا يحاولوا يدرسوه، سواء كانت بقى في المعمل او في الطبيعه، وبداوا يقولوا يعملوا موديل اسمه ديلاتنسي موديل علشان يحاولوا يتنبؤوا بحدوث الزلازل. فحدث فيه كومبينيشن للابوراتوري وفيلد اكسبيرمنتس، يبقى حاجه موجوده في الطبيعه في المعمل وفي الفيلد، بداوا يجمعوا الحاجات دي عشان يحاولوا يتنبؤوا بموضوع حدوث الزلازل. فعملوا ايه؟ لا حطوا في المعمل كده صخر وحطوه تحت اجهادات،
بعد فترة زمنية، بعد فترة زمنية لقوا طبعا بزيادة الإجهادات، بزيادتها بعد عمال يزود في الإجهادات اللي عندي على 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 الصخر، لقى بعد كده الصخر انكسر. لكن قبل ما ينكسر لقوه نفش سويل، يبقى بزيادة الإجهادات حدث له سويلنج. وسويلنج يعني إيه؟ نتيجة الأوبننج بتاع الفيري تيني كراكس، الحاجات الصغيرة اللي جواها بدأت تنفش والكراكس بدأت تكبر، فبدأ يبقى الصخر سويل يعني حجمه بدأ يزيد. فيبقى هنا الزيادات دي حدثت إمتى؟ بيقول لي كده This inelastic increase in volume، الزيادة في الفوليوم ده اللي بيسموها dilatancy، دي فينومينا بيطلقوا عليها dilatancy. بتبدأ إمتى؟ لما الإجهادات بتصل إلى نصف تقريبا القيمة اللي هتكسر لي الصخر ده. يعني لو الصخر ده انكسر بعد إجهادات تساوي بي مثلا، بيلاقيها نفش عند الهاف بي، بيبقى دي عملية الديلتانسي موديل. يبقى الصخر لما بقى سويلد أو نفش، طبعا هم توقعوا إن الفيزيكال بروبرتيز بتاعته تتغير، وبدأوا يشوفوا طبعا يروحوا في يدرسوا الخواص الفيزيائيه بتاعت الصخر دي في فتره السويلنج دي، وبرضه يدرسوه في الايه في الفيلد باجهزه معينه يشوف ايه التغيرات اللي حدثت عنه. وهنا بداوا يعملوا عمليه التنبؤ باللونج تيرم، يعني على فتره زمنيه طويله، ودي ممكن تاخد يعني ميني ييرز، يتنبأ ان هيحدث زلزال بعد مثلا 10 سنين بعد، وهكذا. وطبعا دي من دراسه مثلا السيزميك جابس اللي ما حدثش عليها اي رياكشن من فتره زمنيه طويله، وبدراسه الهازارد والريسك مابنج اللي احنا شفناها من شويه. يبقى اللونج تيرم دي بيحاول يتنبأ بحدوث الزلزال قبلها بفتره زمنيه بتبقى عده سنوات. وطبعا دي يعني ليها اهميه طبعا، لكن الانسان بيبقى يعني بيتمنى يعرف الموضوع بشورت تيرم، والشورت تيرم ده بيبقى مثلا فيو ويكس او حتى فيو دايز. الانسان عايز يعرف الكلام ده، تقول الهزه هتحدث في المكان الفلاني دي الاسبوع الجاي او في بعد يومين وهكذا، علشان يقدر ايه يعمل احتياطاته وهكذا. الحاجات دي في الحقيقه بداوا يلاقوا نتيجه التغير في حجم الصخر اللي هو السويلنج اللي احنا اتكلمنا عليه في الديلاتنسي او ديليتد، الصخر ديليتد شويه، بداوا يلاقوا تغيرات عندي في الطبيعه. على سبيل المثال تغيرات في مستويات المياه الجوفيه في الابار، تغيرات في نسب الرادون جاز في الابار ده، لانه المانيوت كراكس بقت يعني وايدن شويه، وسعت شويه، فبدا يبقى كميات الرادون اللي بتروح للمياه الجوفيه دي بدات تزيد. يبقى انكريز في الاميشن بتاع الرادون، غاز الرادون المشع ده، الصخر نفسه بدا يبقى اكسباندد، يعني بدا الفوليوم بتاعه يتغير بسبب التغير في الكراكنج دي. ممكن الاقي فيه بعض الهزات الصغيره بدات تحدث اللي بيسموها المايكرو ايرثكويكس. ممكن الاقي فيه على سبيل المثال تغيرات في السرعه، وبالذات بيحاولوا يشوفوا نسب التغير في السرعه بتاع البي الى الاس، البي بي على الفي على الفي اس ويف، الريشيو بتاعتها بدات تبقى ازاي. بيشوفوا التغيرات في الراديو ويفز اللي موجوده، الانومالس فاريشن في الراديو ويفز او في الساوند سيجنال. وطبعا زي ما انتم عارفين في بعض الانيوجوال بيهيفيرز للانيمالز، زي مثلا الثعابين او حتى الحيوانات اللي بتاعه الحديقه، حاجه والطيور، بعض الطيور بنلاقي لها يعني سلوك غريب جدا باحساسها ببعض الموجات الكهرومغناطيسيه اللي الانسان ما بيقدرش يحس بيها قبل حدوث الزلزال زي ما مسجل بشكل كبير. اهميه التنبؤ بالزلازل ايه؟ في اللونج تيرم وفي الشورت تيرم. في اللونج تيرم بريدكشن، لما اعرف ان الزلزال هيحدث عندي بعد عده سنوات،
ده ممكن تخليني اعمل سترينسنج للاستراكشر اللي موجوده، اقدر اقوي الاستراكشر، ادعمها مثلا باعمده او خلافه، اقدر اعمل ريجوليشن للكود بتاعت المباني، اعمل كود للمباني في المنطقه الخطيره دي واعمل اشتراطات على الناس اللي تعمل كونستراكشنز جديده وخلافه، اقدر اعلم الناس يتصرفوا ازاي اثناء حدوث الزلزال عشان يعمل عمليه حمايه لنفسه، اقدر مثلا الناس بتوع في اي مكان معين علشان يقدروا يوعوا مثلا الطلبه في المدارس، الطلبه في الجامعات يتصرف ازاي اثناء حدوث الزلزال وخلافه. لما اتنبأ بالزلزال بالشورت تيرم، الزلزال هيحدث عندي في خلال ايام او اسابيع، هنا اقدر اعمل ايفاكويشن، عمليه اخلاءات، اعلم الناس تخلي، اعلم الطلبه مثلا في المدارس بتاع يخلي المباني ازاي، واعمل له انذارات وهميه علشان يعمل اخلاءات في بسرعه من المباني المختلفه عشان اثناء حدوث الزلزال ايه اللي يعمله. اقدر اعلمه يعمل شوت داون مثلا للحاجات الخطيره، مثلا للغاز او خلافه، او في المناطق، لو انا عندي مثلا منشاه نوويه او خلافه، اقدر اعلمه يعمل لي شوت داون سريع ازاي، او اوتوماتيك شوت داون. في المناطق اللي بتبقى مستوياتها منخفضه على السواحل، اقدر برضه اعمل له ايفاكويشن بشكل سريع اثناء حدوث التسونامي، لو ان الزلزال بتاعي يصاحبه تسونامي او خلافه. دي بعض المودلز اللي موجوده، وبيقول بيوريني القيمه بتاع السيزميك فيلوسيتي اللي عندي، قيمه الفي بي على الفي اس بتبقى لها قيمه ثابته قبل حدوث، قبل ما الصخر يدخل في مرحله الديلاتنسي، قبل ما يبقى سويلد. فالفي بي على الفي اس على سبيل المثال هنا كانت 1.7، بلاقي الريشيو دي بتقل بساعة ما الصخر بيبقى سويلد، الاقي الريشيو دي بتبقى تقل بالشكل ده اهو، لغايه ما تصل الى المينيمم فاليو، ساعه ما تبدا تستعيد قيمتها مره اخرى، ابقى عارف ان انا بدات اقرب جدا من حدوث الزلزال الرئيسي، يبقى دي الستيج بتاع الزلزال الرئيسي في الحاله دي. يبقى هنا انا ببقى عارف في المنطقه بتاعتي دي الفي بي على الفي اس قيمتها قد ايه، بتبقى كونستانت في المنطقه المعينه، بتبدا القيمه دي تنخفض عن قيمتها وتصل للمينيمم فاليو، ثم تحدث تستعيد قيمتها مره اخرى وتصل لقيمه قريبه من القيمه الرئيسيه او الاوليه قبل حدوث الزلزال الرئيسي. ايضا الفوليوم بتاع صخور القشره الارضيه بلاقيه ساعه ما الصخر يبقى سويلد، بلاقيه حجمه يبدا يزيد عندي بالشكل ده. الحقيقه انت تلاقي في اختلافات بين التو كيرفز، والتو كيرفز دي ده موديل بتاع امريكا وموديل بتاع روسيا، واحد منهم الديفرنس دي بسبب ان واحد منهم كان دراي والثاني ويت، فطبعا بيختلف في كل المواصفات. موضوع الرادون ايميشن، كانت نسبه الرادون ايميشن في الابار، لو انا بسجل مثلا نسبه الرادون ايميشن بارس برميليان على سبيل المثال في الابار قبل حدوث الزلزال بفتره زمنيه طويله، بلاقيها قيمه معينه. ساعه ما الصخر يبقى سويلد والكراكس بدات تبقى وايدن، الاقي الكميات بدات تزيد. لو انا باخد عينات مثلا من الابار كل 6 شهور، اقدر اخدها كل شهر، اقدر اقلل في الفتره الزمنيه وتابع القيم دي. ساعه ما القيمه دي تبدا تقل وتوصل تاني القيمه قريبه من القيمه اللي كانت معتاده عليها، ابدا اعرف ان انا بدات ادخل في الايه؟ في الستيج اللي هي خطيره بتاعه حدوث الزلزال. الالكتريكال ريسبتيفيتي على او هنا الالكتريكال ريسبتيفيتي، طبعا هنا التومض زي ما انت شايف في فجوه كبيره جدا بينه، لان المقاومه الكهربيه بتقل مثلا لو الصخر ويت، لكن بتزيد لو الصخر دراي، لكن في كلا الحالتين هي بتتغير عن القيمه اللي كانت ليها قبل حدوث الديلاتنسي، وتبدا تعود قريبه من القيمه اللي كانت موجوده عليها في قبل حدوث الزلزال مباشره. النمبر بتاع السيزميك ايفنتس اللي احنا بنسميها الفور شوكس، كان نمبر معتاد، رقم معتاد في المنطقه عندي،
بيبدأ يتغير على حسب السلوك التكتوني في كل منطقة على حدة. بلاقي الاكتيفيتي دي ما هيش هي دي، تبدأ النشاط الزلزالي يبدأ يزيد طبعا بالماجنتيود الصغير، تبدأ تعود إلى قيمة قريبة من القيمة المعتادة قبل حدوث الزلزال مباشرة عنك. يبقى ده المودلز اتعملت علشان تتابع حدوث الزلزال الرئيسي، وطبعا دي بتحدث في الايه في السنترال اريا، فدي احنا بنطلق عليها البريكيرسوري فينومينا في السنترال اريا. يعني انت تروح تدور على الخواص اللي هي في المنطقه اللي متوقع يحدث فيها الزلزال.